بندوز بندوز مربوع حديد. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، ومعنا الملقب بزريقة مشجع رجاوي يحب رياضي مشجع رياضي عفوا كما تيقول، كيحب جميع الفرق الوطنية والمغربية. غادي يعطينا الرأي ديالو في مقابلة الديربي ديال اليوم غد إن شاء الله. وشكرا على هذا السؤال، وتحية رياضية بيضاوية رجاء ودادية، ومقابلة ما غتكون سهلة، والجمهور المغربي ولا البيضاوي غي مؤسف على هذه المقابلة من حيث الجمهور غنهضر على الجمهور عاد غنهضر على المقابلة. الجمهور هذا كيتسمى بالنسبة للعلماء الخبراء في كرة القدم، هذا انذار للجمهور. الجمهور الا كنتي محترم وكتحب الفريق ديالك دخل خلص الورقة وشجع الفريق ديالي بروح رياضية عالية، وملي سالي الماتش حضر راسك، تكون نتيجة او تكون تعادل او يكون انتصار بروح رياضية، تخرج احترم رجال الامن، احترم رجال الامن في هذه المقابلات، لا هذه الديربي ولا من غير الديربي، جميع البطولة الوطنية على صعيد ملاعب كرة القدم المغربية. أيوا الجمهور إلا كنتي كتحب الفريق وكتحب القميص ديالو، أنا شخص رياضي عشت في الرياضة 40 عام، الماتش اللي تفرجت فيه لأول مرة غنقولها شوف تيفي، أول مقابلة تفرجت فيها في الحياة ديالي احترام الرجاويين الوداديين، المقابلة ملعب الأبجيكو. والله إلا بغيتو تجيب الصدفة غنوريكم الصورة ديالي في عدم، شوف المقابلة كيفاش كانت. هذيك المقابلة في الشوط الثاني وقع فيها العود بيتشو مع محمد فاخر ومع مشكل مع حمود، اللي تفرج والله يرحم عبد المجيد الدولمي اللي القميص كان غيمشي للبوطو، وقع نزاع وخرجوا مشاو في حالاتهم. ولكن اللي كنطلب هذه المقابلة، مقالة ماشي سهلة ما بين الوداد والرجاء بعض النقاط، والمقابلة اللي غدوز صعيبة بزاف، فهمتيني؟ مقابلة غدوز صعيبة ماشي سهلة بين الرجاء والوداد، هذا التاريخ البيضاوي وتاريخ كرة القدم المغربية. شوف أنا المباراة غتكون في هذاك النهج التكتيكي ما فيهاش الجمهور، كنعرفوا أن اللعابة تكونوا واحد الحماس وواحد الانسجام اللي تكون الجماهير. واش غادي نقول لك على الجمهور؟ الجمهور ارتكب خطا. يا فريد كو كان الجمهور، يا ريت كو كان الجمهور، غادي تكون مقابله كارثيه. عرفتي شنو هي كارثيه؟ ماشي مقابله النتيجه، مقابله ديال الجمهور. انا اللي كنعرف الجمهور واخا تكون النتيجه ايجابيه، فهمتي؟ كنطمن الجمهور تكون فيها روح رياضيه. انا نقول لك ولكن المقابله غتكون صعيبه بين الاثنين، فهمتي؟ مقابلة راه ماشي سهلة، غتكون بين جوج أشخاص العالم العربي كله كيتفرج فيهم، الجالية المغربية كتفرج فيهم، السياسيين، العلماء، الموسيقيين، جميع أطرفة في المغرب، كلشي غيتفرج هذه المقابلة، الخليج كله غيهضر على هذه المقابلة. إلا تقلبت النتيجة، من يفوز بالبطولة المغرب؟ كنعرفوا أن فريق الوداد ديال الله توج بعصبة أبطال إفريقيا، وكذلك فريق الرجاء رغم هذه المشاكل كتشوف على ان فريق الوداد عنده حظوظ كبيره على الفوز على فريق الرجاء. انا نقول لك واحد القضيه، ما نقولش من هنا غدا واش غنصبح حي ولا ميت، فهمتي؟ انا ما نقدرش نقول لك، انا لعبت كرة، سول اللي مشى التيران لعب كادي جونيور وكيعرف الكرة، ماشي اللي بحال اللي الرجاء ماشي كنت نتفرج هذيك المقابله، فهمتي؟
وتحية رياضية وشكرا على المقابلة. أنا الأجواء ديال المقابلة كيف كتشوف الطاكشيك ديال الوليد الركلاوي؟ كنعرفوا أنه مساج مع اللاعبين، كذلك الطاكشيك ديال رشيد الطاوسي، كيف كتشوف أن هذه المقابلة كيف غيكون الطاكشيك ديال هذه المقابلة؟ هادو بجوجهم كينشطوا مدربين كلهم على البطولة الوطنية وأطار وطنية، فهمتي؟ حتى شي حاجة ما سهلة، باش نكونوا صريحين، مقابلة ماشي سهلة، غتكون واعرة، باش نكونوا رياضيين. هذاك عنده خطة هجومية وخرين عندهم، شكون اللي غتبقى عنده؟ هو اللي عاف في رجليه، هو اللي عنده البالون، اللي كيتحكم وسط الملعب، اللي كيلعب كرة، واللي كيتحكم في المقابلة وسط الملعب، ماشي بحال شي واحد اللي كيبقى يهضروا، واحد الناس كيهضروا وراه دار اللعاب ودار. اللي بغيتي إلا كنتي كويري وكتعرف تحب الكرة وديسلا كتعرف ديمون ديال المقابلة، والشوط الثاني ما نقدرش نحكم عليك، إلا مقابلة ما بين الأولى والثانية راه ماشي سهلة. أنا كنهضر معك كصيفط رياضي ولعبنا كرة ومشينا في كرة، أما دابا هذا العصر اللي عايشين فيه دابا صعيب باش تهضر مع شي واحد تنصحو في الكرة، صعيب بزاف. كرة ماشي سهلة، أنت كتهضر مع الكوة كيمشي لك الكوة، سولتك على المقابلة تكون نتيجة أو متكن النتيجة، اللي عنده في رجليه هو اللي غيحط 45 دقيقة في الشوط الأول و 45 دقيقة في الشوط الثاني. الحمد لله اللي ما كاينش الجمهور، بحال شي ثلج نزل على الملعب، شي داك الثلج ملي كينزل على الملعب فين هو الجمهور؟ راه الجمهور هو اللي سبب هذا الصداع، هذا درس يبقى عند الجمهور. لو كان هناك حضور جماهيري غنشوفوا مقابلة أخرى، غادي تكون كارثية. مازال نبقى نقولها حيت هذا الشيء كنعيشوا فيه وكنعرفوه. اشنو المنطق أنا غتكون كارثية؟ حتى الا تقلبت المقابله، حتى راه ماشي سهل ما بين الاولى والثانيه، وكانت غير الاولى والرابعه بلا ست نقاط سبعه وقت راه مقابله، او ماشي يجي كاس العرش، وكاس العرش جي يلا حللها وفكر كي غتكون المقابله. يلا اللي كيبدا يتنفخوا كيبدا يغوتوا كيبدا يتعصبوا، هاي النتيجه، واحد غتمشي للبطوله واحد كيتسنى الكوب. يلا الفاهم يفهم، واحد غياخذ البطوله واحد كيضرب على الكاس، بجوجهم تلاقاو. يلا حللها وفكرها كيفاش غدوز، فين هو الرئيس؟ فين هو الرئيس؟ انت كمشجع رياضي الا قلت لك التوقعات ديالك للمباراه تقريبا؟ ما نقدرش نقول لك بدايه الصفر ونهايتها 90 دقيقه، بدايه الصفر ونهايتها 90 دقيقه. كره القدم ما فيهاش هذا، اش عندك في رجلك؟ باش نكونوا صريحين، اش عندك في رجلك؟ والمقابله انا في رايي نقدر نقول لك بالعله، انا عطيت تعادل، انا شغلي وشغل واحد اخر، كل واحد عنده حريه التعبير ديالو، انا عطيت تعادل وغدا النتيجه الا سمحنا حي الله اعلم، ما عرفناش شكون السابق ديال، ما نقدرش نقول لكم، وانا كنقول لك تعادل ربما، هذه كره القدم فيها انتصار فيها تعادل فيها انهزام، وكنضبط اللعابة احترام شوية للحكم وسط المقابلة، باش تجي انت عند لاعب تقول لي سير الفار ليس ولو سؤال ولا جواب. يجيك حكم جيد في التحكيم ديال المباراة؟ كنظن ان حكم جيد هو اللي غيكون حكم عنده تجربة وكيعرف اش كيدير، التوتر بين اللاعبين بين كلام خيب وسط الملعب ورقعة الملعب، ورقعة الملعب كيكون السؤال قبيح شوية، ما يبقاش اللاعب يجي عند الاربيط يشد يديه. الحكم سلطة الحكم وسط الملعب، الحكم السلطة وسط الملعب، تكون شوية ديال الاحترام، اللي عندك في رجلك حطه، سولتيني على الرجاء والوداد، اللي عنده في رجليه حطه، عمرك تشد الحكم، ديك الهضرة ما عندنا ما نديرو، كيقول لك ضرب هاد الشبكة وعيب هي اللي حيدتها لك، ولكن دابا كاين الفار، ما عمرك تجي عند الاربيط تقول لي الفار، بحال اللي كتستهزئو، راه على هذا العلم اللي جابته ألمانيا. أول دولة في أوروبا جابتهم ألمانيا هو هاد المواصلات السلكية وسط اللي دايرين حنا كنقولوا هذا، وشكرا على لجنة التحكيم اللي ساهرة، وكنشكر لجنة التحكيم اللي الحكم المغربي وصل كأس العالم وكأس إفريقيا، ناس خدامين. وحاجة غنقولها في هذه الرياضية، أيوا الجمعيات ديال كرة القدم محبين الفرق ديروا تكريم الحكام، ديروا الحكام المغرب ديروا لهم جوائز وواحد المنحه، كون كانوا الناس القدام الله يرحم مكوارو
والسمنالي ولا داك عطيف العسكي كره كيهتموا بهم كيديروا لهم تكريم مقابله كره القدم ولا تحفيزات. ما عمر شي واحد فيكم كتبقى تنقرو كرمتوا الحكام المغربي الله يرحم بالقوله وسي الحكم العرجون مجيد جديوي كزاز الزهر بالقوله هذاك سميتو وشعيب الحرش ديال خريبقه ديال اكادير ديال وجده ديال طنجه. الجمهور المغربي اللي كيحب جميع رؤساء الفرق بهذا المباراه هذا كنقول تكريم الحكام هزوا بهم كما كيهزوا بكم. راه الحكم هو اللي يفصل الصوره الحقيقيه في التحكيم. الناس راه خدامين البرانيين كيحكموا. وتكريم السي فريد المير والسيد مبروك والسي الرحماني ما كاينش هاد الناس اللي كيهضروا عليهم. السيد المير اللي دار مقابلات ومدير ديال المركب الرياضي محمد الخامس ما كاينش فيكم نجا وداروا ليه تكريم. كنشكر شوف تي في اللي التواصل اللي كتواصل معاهم لا دوك الموظفين اللي في مركب محمد الخامس ولا ديال الرباط ولا ديال اكادير ثم الفروق كرموهم وهزوا بهم الا كتجيو كتدقوا كتلقاو السيد مفتوح الابواب ديالو للناس ديال الاداره. كنهضر كاع رؤساء الفرق ديال المغرب. هذا موضوع مهم حساس هذا الموضوع هذا اللي كنهضر فيه. حكام المير ما كاينش اللي دق عليه دابا. الرحمن ما كاينش اللي شافو. مجيد جديوي العرجون حشومه عليكم. وكنا في الانجليز ولا في الالمان كرة دايرين التكريم ديالو حشومه عيب عليكم. كتبقاو تهضروا على الكره اللي فاق الصباح يهضر على كره طالع طوبيس طالع طاكسي غادي والكره الكره الكره الناس كدي الفلوس انتوما اش كديو. حكام مدرب دوز ما كاينش اللي جا دق عليه حشومه عليكم. تعرفوا كتضربوا على الرؤساء بالكراسه ديالكم. هذا ملي كنطلب من الراجا والوداد جميع الفرق المغربيه الجمعيات بكل احترام الرؤساء الفرق تكريم الحكام والمدربين القدام ولا تاع الجمعيه ديال الدرب كدير تكريم الحكام حشومه عيب عليكم. اول مير طاح ما كاينش اللي يسلم عليه ولا هز التليفون سول عليه. الرحماني العرجون حشومه عليكم. شعيب الحرش والله كنهضر بتحيه رياضيه ورياضي كرياضي اللي كنشكر شوف تي في والسيد المدير ديالكم والصحفي اللي دار معايا ما شاب وتمنى لي السعاده والعمل ديالو الشيق اللي كنطلب نعاود نكرره جميع الفرق المغربيه تكريم لهاد الناس وشكرا روح رياضيه. الى هنا مشاهدينا الكرام يصل نهايه هذا البث المباشر والى اللقاء.